مساء الخير مشاهدي أهل بلدنا، وأهلا بكم في هذه الفقرة الخاصة. الثانوية العامة هم بيشغل معظم البيوت في مصر هذه الأيام، ويمكن يكون حديث الشارع المصري وكل وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة مؤسسة أبو هشيمة الخير، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقوم بتشجيع وتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة. قصص كتيرة جدا، قصص كفاح وصبر وشكر كبير جدا جدا للأسر المصرية اللي وصلت ولادها لهذا التفوق. تابعونا. مشاهدي أهل بلدنا، ولازلنا مع حضراتكم في هذه الفقرة الخاصة، وتكريم مؤسسة أبو هشيمة الخير إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأوائل الثانوية العامة. ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع سيادة النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس مؤسسة أبو هشيمة الخير. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة الحقيقة خلينا نقول إن الثانوية العامة يعني شيء كل الناس بتفكر فيه الأيام دي، يعني اللي موجودين في ثانوية عامة واللي لسه هيروحوا، وحديث الشارع زي ما بنقول. كواليس تكريم المؤسسة لطلاب أو أوائل الثانوية العامة النهاردة، هو زي ما حضرتك قلت، الثانوية العامة دايما بتبقى حدث في مصر. كل سنة كل الناس بتنتظر النتائج، وكله بيبقى جهد تعليم أساسي كامل من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية. فإحنا متعودين في مؤسسة أبو هشيمة الخير عندنا جزء كامل متكامل للدعم العلمي، وتكريم أوائل الثانوية العامة يعني إحنا متعودين عليه. السنة دي بنكرم 4 من ولادنا، منهم 2 قادرون باختلاف، واحد فيهم كفيف ويمكن والده كفيف، وولد جميل جدا حضرتك هتشوفيه. عندنا واحد تاني عنده شلل كامل، والكفيف طلع الاول على مركز سنوسطى، اللي عنده شلل كامل من الاوائل برضه. وعندنا 2، واحد من مدارس الستام اللي هي مدارس المتفوقين طلع الاول على علمي علوم، وفي واحد رابع طالع في المركز الثالث على مستوى الجمهورية. فطبعا كلهم متفوقين، ويعني مش قادر أميز حد عن حد، ولكن طبعا احنا كلمة قادرون باختلاف كلمة بتدل على قد ايه ان في فعلا الناس اللي من ذوي الهمم بيبقوا قادرين يعملوا حاجات الناس اللي يمكن الأصحاء كمان ما يقدروش يعملوا، الأصحاء اللي زينا ما بيعملوهاش. وحضرتك هتشوف الدليل النهاردة أو شفتيه يعني. شيء رائع جدا، خاصة لما بيقدم ليهم الدعم والتقدير، وإن هم يحسوا إن أهل بلدهم حواليهم، إن هم يحسوا زي ما دايما بنقول في شعار أهل بلدنا وشعار التحالف الوطني، إن ما فيش مواطن حاسس إن هو لوحده. النهاردة مؤسسة أبو هشيمة الخير بتقدم إيه للطلاب المتفوقين؟ الدعم بيبقى عامل إزاي؟ وما داخلين لسه على مرحلة جديدة وحياة جديدة زي ما سيادتك أشرت. يعني هو أولا ده واجب علينا، ثانيا احنا يمكن أنا بحبش أتكلم في أرقام، ولكن احنا قررنا يبقى في تقدير مادي مش للأولاد حقيقة، يعني لأسر الأولاد، عشان أسر الأولاد تعبت معهم السنين دي كلها. فاحنا عايزين نقدر نقدم جزء بسيط جدا 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 لرد الجميل للأسر دي على تفوق أولادهم. فالنهارده في لكل طالب متفوق 100,000 جنيه، يعني جزء بسيط من تعبهم السنين اللي فاتت كأهل. والولاد اكيد طبعا تعبوا جامد جدا وقدروا ان هم يتفوقوا، فاحنا يعني بنحاول نساهم بجزء بسيط في ان احنا نكرمهم بحاجة ممكن تساعدهم كمان في المرحلة الجامعية إن شاء الله. إن شاء الله طبعا، وشيء رائع جدا. يعني أكيد نقدم ألف تحية لمؤسسة أبو هشيمة الخير إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على هذا التقدير الرائع لأهالينا ولأهالي الطلاب. حضرتك قلت يعني مصطلح مهم جدا، المؤسسة بتقدم الدعم العلمي،
ومن الواضح ان ده مش اول حدث يعني تقدموا فيه دعم علمي ودعم دراسي. المؤسسة هنا مهتمة جدا بتربية الفكر او الانسان المصري وتنمية قدرات الانسان المصري، ويمكن يعني الجميع يعلم ان دي حاجة من الحاجات المؤسسة ابو هشيم الخير مميزة فيها. ايه تاني بيقدم في اطار الدعم العلمي والدعم الدراسي للطلاب او للشباب بشكل عام؟ الدعم الدراسي احنا مقدمين 35 منحة جامعية للمتفوقين سواء في جامعة بني سويف السنة دي؟ 23، احنا على اربع، على مدار 4 سنين تمام، بدأناها في 2020، ممتاز. بنمشي مع الطلاب كلهم، كل الطلاب المتفوقين بنقدمهم، يعني بنقدم لهم منحة دراسية متكاملة في خلال مدة دراستهم في الجامعة، 23 في جامعة بني سويف و12 من جامعة النهضة، وده احنا عاملينه من 2020 بدأنا فيه ومكملين فيه الحمد لله. برضو دول يعني حوالي 6 مليون جنيه لأولادنا المتفوقين، بنبقى عايزين دايما ندعم المتفوق ان هو يتفوق اكتر. وعندنا طبعا مسابقه كبيره اسمها ستارت اب باور، دي مسابقه ابو هشيم المشروعات الناشئه، كل واحد عنده فكره مشروع ناشئ بيتقدم بيه، واحنا في الموسم الثالث والناس بدات تقدم، بيتقدم لنا تقريبا 8000 متسابق، تمام. بنختار منهم، بتمنى ان انا اختار ال 8000 والله، بس يعني بيبقى معايا جهاز المشروعات، تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، بيبذلوا جهد كبير جدا معايا، بيبقى فيه دعم مالي كامل للمشروع ودعم تدريبي وتأهيلي للفائزين في المشروع وغير الفائزين كمان. فدي من الحاجات اللي بنقدمها كمؤسسة لدعم الشباب ودعم المشروعات الناشئة ودعم طبعا التعليم زي ما أنا قلت لحضرتك. خليني أقول يعني كل ده بيخلي يعني سؤال يتبادر لذهني، إشمعنى التعليم اللي حضرتك مختاره للاهتمام بيه؟ طبعا التعليم والصحة على أولويات استراتيجية الدولة المصرية طبعا لنهوض بالمجتمع المصري، وأيضا في إطار التنمية في الجمهورية الجديدة، بس هنا المؤسسة اشمعنى التعليم؟ يعني حضرتك مهتم أكتر بالتعليم والمشروعات خاصة للشباب في المرحلة العمرية الصغيرة، اشمعنى بقى؟ يمكن احنا كنا الشهر اللي فات في بني سويف واتشرفت بمقابلة حضرتك، كان عندنا برضو مبادرة مع حياة كريمة والأورمان تحت مظلة التحالف الوطني، وكان فيها تمكين اقتصادي. تمام. هي بس مش بس تعليم، كل حاجة فيها ادد فاليو او قيمة مضافة للمجتمع احنا بنحب نساعد فيها. فحضرتك اتكلمتي على التعليم ففي قيمة مضافة، اتكلمتي على المشروعات الناشئة في قيمة مضافة، اتكلمتي على التمكين الاقتصادي في قيمة مضافة. مش معنى كده ان احنا ما رحناش للقرى الاكثر احتياجا وبنقدم المساعدات، اي مساعدات من انواع زي المساعدات كراتين الحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية والمنح و و و و دي مهمة، ولكن الاهم والتنمية المستدامة فيما يتعلق بالتعليم وفيما يتعلق بالمشروعات الناشئة وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، ده اللي احنا عايزين نعود عليه المجتمع، وعايزين ولادنا في شبابنا بالذات، وعايزين نبقى شباب منتج ومجتمع منتج. فاحنا كمؤسسة بنهتم جدا جدا زي ما انا بقول لحضرتك، كل ما هو قيمة مضافة ممكن الشباب يقدموها للمجتمع فاحنا بنساعدهم يبدأوا، سواء بتساعدوهم يبداوا انه مثلا دلوقتي خلينا نتكلم على الشباب اللي موجودين معانا النهارده اللي هم لسه مخلصين ثانويه عامه ولسه هيبداوا بقى عايزين يختاروا جامعات يدخلوها في نص الدراسه الجامعيه. دايما بنسمع شباب يقول لك انا عندي فكره كده بس مش عارف انفذها ازاي، طب انا مش عارف كده احسن ولا مش يعني الفكره الثانيه، طب فلان عمل كذا ونجحت معاه هل ممكن تنجح معايا؟ كل ده يعني كل دي علامات استفهام بتبقى عند دايما الطالب قبل ما يخلص المرحلة الجامعية، خصوصا الأيام دي طبعا في ظل يعني الانفتاح التكنولوجي القوي اللي بيشهده العالم. هنا المؤسسة بتقدم ايه كمان؟ لأن حضرتك أشرت إلى موضوع التمكين وموضوع الستارت اب باور. صح، احنا في المرحلة الجامعية كنا من أحد المؤسسين والداعمين بقوة لمؤسسة شباب القادة ويلف، كان بيقدم لنا مشاريع كتيره جدا في المرحله الجامعيه من سنه اولى جامعه لغايه سنه رابعه،
وكنا بندعمها وكنا بندخل مع واي ال اف لدعم هذه المشاريع، لان في مشاريع في الجامعه بيبقى في افكار مش زي حضرتك قلتي، بس بيبقى عنده فكره بس هم بيعملوا جروب كده مع بعض، ممكن يعملوا يبقى عندهم فكره بمشروع. دخلنا وساعدنا في مع مؤسسه شباب القاده لشباب كتير جدا. بس برضو زي ما حضرتك بتقولي، هي الفكره ما ينفعش الفكره وانا قاعد في البيت، وما ينفعش. ودايما بنصح الشباب بقول لهم لما يبقى فيه فكرة عند واحد لازم يبقى فيه 3-4 معاه مشتركين في الفكرة علشان يقدروا يعملوا حاجة، لان دايما هتبقى المشكلة يقول لك انا عندي فكرة. ما انا دايما بقول لهم هتيجي اخر حاجة الفلوس، لانك هتلاقي اللي يدعمك دلوقتي في المشاريع الناشئة، سواء الدولة، سواء جهاز المشروعات، تنمية المشروعات الصغيرة، سواء البنوك، سواء حاجة مش سهلة، بس لو الفكرة متكاملة هتلاقي اللي يدعمك. أهم حاجة نكمل الفكرة، ما نقولش أنا عندي فكرة ومش عارف أعملها إزاي. ما هو ده لا، اللي احنا أنا بنسمعه عايزك الأول. تقول عندي فكرة وعايز أعملها ومعيش فلوس، تمام. فلازم هتلاقي الفلوس تجيلك من أي جهة بقى، لأن الفكرة هي اللي بتسوق نفسها. وأنا بنصح الشباب دايما من كده يعني. طب بعيد عن الفلوس، لو في مثلا فكرة وهو برضو الشاب بيبقى لسه مش عارف الفكرة دي هتتبلور ازاي او هتوصل للمرحلة اللي تقدر تدخل فيها في حيز التنفيذ ازاي، يبقى دي مش فكرة، يبقى دي ايه بقى؟ حلم. حلم. المؤسسة بتقدم له ايه ساعتها؟ لا، انا ما اقدرش ادخل جوه الاحلام ولو حلم لا، يتقلب نقدر لفكرة. نشوف قدراته ايه مثلا ما هو ونحط له حاجة قدراته، مناسبة ليه. هو الشاب نفسه اللي هيعمل هذه القدرة، هيقلب الحلم لفكرة، والفكرة هتتحول لحقيقة وهيبقى فيها دعم طالما اتقلبت لفكرة قابلة للتنفيذ. كويس. انما ما ينفعش ان حضرتك بتقولي هي القدره ان هو بيتعلم التعليم اللي بياخده ده، التعليم اتغير جامد جدا. انا لما كنت اتعلمت ابتديت في حياتي في 98 كان التعليم مختلف تماما، يمكن ما كناش بنستفاد من التعليم النظري اللي كنا بناخده، دلوقتي التعليم اختلف، فالناس في عمل كتير في وفي عمل كتير حركة. طبعا. فدلوقتي هم لازم يقلبوا الحلم لفكره قابله للتنفيذ ويسعوا لتمويلها. بنسبة قد ايه شبابنا بقى، بما حضرتك يعني عندك خبرة كبيرة في ده، بنسبة قد ايه شبابنا عندهم افكار عجبتك او افكار حلوة؟ والله يا ما انا اقول لك على حاجه، مؤسسه مسابقه ستارت اب باور، والله بيجي لنا افكار يعني انا ما بصدق. اقول لك ايه، الذكاء والتطور بتاع الشاب المصري البسيط كمان، ما عندوش امكانيات، ولكن افكار ومشاريع بتبقى قابله للتنفيذ. بل بالعكس، بنساعدها وخلاص بتتحقق، وبندربهم ومع جهاز المشروعات زي ما قلت لحضرتك. ببقى فخور بان ده شباب مصر كتير جدا جدا جدا. هايل. الشباب النهارده اللي حضرتك بتكرمهم، لو حبوا بقى يتقدموا لده يعني بيقدروا يعملوا ده فعلا؟ بقى طبعا يشتغلوا؟ اصلا دول متفوقين من غير حاجه، فاحنا بنكرمهم التكريم بتاع النهارده ده كده، وبعد كده بنشوف هم عايزين يعملوا ايه عشان ندعمهم في المرحلة التعليمية، زي ما بندعم اخواتهم، زي ما احنا ما قلت لحضرتك بنقدم منح ودراسية كبيرة، فدول اصلا متفوقين وهم اوائل الثانوية العامة، فاحنا عايزين ندعمهم في المرحلة الجامعية بعد كده ان شاء الله، وبعد كده يعني بقى في هيتم المرحلة دعمهم كمان في العلمية. المرحلة الجامعية. والمرحلة ممتاز. العملية بتيجي بعد المرحلة الجامعية. طبعا يعني هم متفوقين من غير حاجة، فاحنا لازم دي شجاع. حاجة بسيطة اللي بنقدمها لهم النهاردة، وبعد كده بقى إن شاء الله بيبقوا عندنا دعم كامل ليهم بإذن الله في المرحلة احنا الجامعية. متفائلين بيهم جدا الحقيقة، يعني بعد اللي انا سمعته ده في كم تفاؤل كبير ما جدا. أنا بقول لحضرتك لما إن شاء الله تسجلي معاهم هتشوفي قد إيه هم يعني ولاد مميزين، وفيهم 2 قادرون باختلاف. شيء رائع طبعا شيء فعلا. رائع. طيب خلينا بقى نقول حاجة للناس، او يعني اكيد كتير جدا من اهل بلدنا عندهم يعني شوية مثلا الشباب ما جابوش مجموع اللي هم كانوا عايزينه او حاجة اقل شوية، احنا نقولهم ايه؟ يعني دي مش نهاية العالم زي ما احنا دايما بنقول. شوفي حضرتك، لازم اقول لحضرتك حاجه، ان احنا ك يعني لما باجي اقول للشباب، هو برضو مش التفوق العلمي مش معناه تفوق عملي، فانت ما بتزعلش. في واحد ربنا ميزه هو تفوق علميا،
بس الله اعلم عمليا هيبقى عامل ازاي. اوكي فانت لازم لو ما جبتش، مش معنى ان انت ما جبتش مجموع كويس ان انت الحياه انتهت خالص، ده بالعكس. في ناس انت بتاخدها كده، يعني بتاخدها ما جبتش المجموع اللي انا عايزه او قليت درجتين او نسبتين انا كده خلاص يعني الدنيا باظت، فعايزين انا من حصلت لي، كنت نفسي ادخل سياسه واقتصاد ما قدرتش اجيبها، ودخلت تجاره، وبعد كده ربنا بيوفق على حسب قدره الانسان وهو عايز ايه وبيتعب قد ايه. فده ما يعني ما جبتش مجموع احلامك، يعني ما مجموع اللي جبتش، لا ما اسمه. جبتش، ما دخلتش بس سياسه اكيد اقتصاد. ساعتها الدنيا ما كانتش احسن حاجة لا يعني. لا، كانت الدنيا بالنسبه لي سودة يعني. بس ساعتها بقى برضه اكتشفت، ودخلت كليه تجاره عاديه جدا، تجاره جامعه قناه السويس، عشان والدي كان بيشتغل ضابط شرطه في، الله يرحمه، في بورسعيد. فيعني كليه عاديه جدا وجامعه عاديه جدا وما فيش اي فيها ميزه يعني، والتعليم كان اقل من العادي واقل من دلوقتي بكتير جدا. ما ده ما وقفنيش ان انا عايز اكمل طموحي وعايز اشتغل وعايز ابني نفسي. وإنك فانا تحقق بقول لك مثلا اهو. حلمك. سيادة النائب، يعني عايزة بقى أسأل سؤال خاص بالتحالف. انضمام مؤسسة أبو هشيمة الخير، يمكن خلينا نقول في مارس اللي فات، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انضمامكم للتحالف أضاف إلى المؤسسة. بص يا حضرتك، احنا بنشتغل في العمل الاهلي والتنموي من سنين، وطبعا واحنا لوحدينا يعني اشتغلنا مثلا مع الاورمان على سبيل المثال في حوالي 47 تطوير 47 قريه ممتاز. اكثر احتياجا، واشتغلنا في مبادرات كتير جدا جدا يعني مش متذكره كلها، بس كنا بنشتغل على طول. عندنا جدول كده من اول السنه بنقول احنا عايزين نعمل ايه وبنعمله. الحمد لله ربنا قدرنا، وان احنا ما بنقدرش بنعمل كل حاجه بنحطها في الجدول بتاعنا كل سنه من سنين، الحمد لله ربنا بيقدرنا ونعملها. ولكن زي ما حضرتك قلتي، من شهر 3 لشهر احنا دلوقتي في شهر 8، يعني يمكن المبادرات اللي اتعملت مع التحالف مع مؤسسه ابو هشيمه الخير معديه ال 100 مليون جنيه. مش عشان الرقم، لا، علشان التنظيم. احنا في تنظيم التحالف فرق معاك في ايه؟ فرق معايا في كل حاجه. اولا بقيت مستريح اكتر. احنا في الاخر في العمل احنا كلنا عايزين دي بلدنا وده اهل بلدنا، وعلى راي على اسم البرنامج بتاع حضرتك دول ولادنا وابهاتنا وامهاتنا، ويستحقوا اكتر من كده. ولكن التنظيم والبيانات كانت مهمه جدا. انا مرتاح جدا دلوقتي، عارف ان كل واحد بيروح له الحاجه الصح. ما فيش بنقدر نوصل لناس في قرى وفي نجوع ونقدم لهم مثلا تمكين اقتصادي، هم يعني الناس دي سعادتها كبيره جدا ان احنا بنروح لها وبنقدر نوصل لهم، انا لوحدي ما اقدرش اوصل لهم. تحالف عمل تكاتف غير طبيعي مع مؤسسات كانت كلها بتتنافس في الخير وبتتاجر مع ربنا، بس عمل تكاتف وعمل تكامل في البيانات وفي الداتابيز بتاعتنا كلنا، وفي التنظيم، وفي قوة التحالف بعد صدور قانون التحالف الوطني وصدوره وتصديق السيد رئيس الجمهورية عليه. أضاف لي قوة وصلابة أكتر. طبعا طبعا طبعا، جدا جدا جدا. يعني الخير هيبقى خيرين، العمل التنموي هيبقى أضعاف، المبادرات هتبقى أكتر. فاستفادة الإنسان المصري من التحالف هتبقى اكبر بكتير جدا، رغم ان احنا اهل خير وبلد خير، وطول عمر من عشرات السنين والناس دي ومئات السنين المصريين دايما متكاتفين مع بعض. ولكن اللي كان بينقصنا دايما ان كل واحد بيشتغل ممكن في جزر منعزله. التحالف حقق التكامل ده والتكاتف اللي ممكن يحصل. فانا بتوقع ان الخير هيزيد جامد جدا، مع ان احنا بنقدر نوصل لكل المستحقين المفروض نوصل لهم. وفي ظل عدم وجود التحالف، اشك ان احنا كلنا كمؤسسات عمل تنموي وعمل خيري ان احنا كنا بنوصل لهم. فدي اكتر حاجه مريحاني وبسطاني، وطبعا بشكر كل اعضاء التحالف، وكل الشكر لمجلس النواب على صدور القانون، لان احنا بنشتغل دلوقتي تحت قانون، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. يمكن التحالف اشتغل 16 17 شهر من غير وجود قانون، وكان برضو بيعمل عمل عظيم على الأرض، ولكن في وجود القانون بيدي قوة القانون أقوى من أي حاجة. فبقى في قانون دلوقتي، فطبعا إن شاء الله يبقى في عمل أكتر خيري وتنموي لأهلنا المصريين في وجود التحالف أكتر بكتير
قبل وجود التحالف. أنا كالعادة سعيدة جدا بلقاء حضرتك، وسعيدة جدا بدعمك لشباب بلدك. لا ده شرف ليا، وأنا فخور جدا جدا بيهم صراحة. بتوجه لحضرتك مرة أخرى بخالص الشكر والتحية سيادة النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسسة أبو هشيمة الخير. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك.